نوصلوا نحكيو معاه، كنا نحكيو في تونس قبيله، كان نمشيو نطلعوا لوروب شويه. التجربه في سامسونج سبورت هذه ممكن حلوه برشا، كانت ناجحه. وندمت النهار اللي ما كملش العام الثالث في الكيب هذه، ندمت ندم كبير. وهذاك التورنو اللي صار معناتها انا عملت 3 سنين، عملت العام الاول بون، العام الاول بيت عدى، لكن العام الثاني هو الانطلاقه نتاع الناس العياري في الاحتراف، خاطر العام الاول ادابتاسيون شويه تفهم شنو هي، خاطر اول خرجه فهمت. والعام الثاني عرفت جو ليكيب وعملت من احسن العوام نتاعي معناتها فهمت. العام الثالث هو اللي صار تورنو، اللي كان مازال عندي عام في ليكيب هذي، لكن مدخل شكون من الوكاليه في الوقت هذاك، وقنعني اني يلزمني البطوله التركيه ماهيش نتاعك، وبدي حاسيلو كيما العاده. بدلنا مشينا لوريون وقتها في فرنسا، وخيبة امل وكاو هيك شي نجم نقول. ندمت على الشوا هذاك، ندمت. تحسك تلوم، شفت لهم فيه شويه لاجون شويه وبرش نسميوه لا نسميه هنا ما انا ما انا سلام نعرف خويا في لونتين يقول لهم ثم حاجات ديما احترام، في خاطر شوف نحس اللي باش نمسه ولا ما نحبش نمسه، ويخدم على روحه دي بريفيرونس. لا فهمتك باهي كمل. من بعد قال لي هاي باش نمشي، مشينا صحانا ما مشيتش الامور، حبيت نتركز عليه في وقت ما انا مستحق له، ما لقيتوش بجنبي وكا قعدت نلوم عليه برشا. لومت عليه برشا وكا انا في بالي باش كي جيت معاه باش ياخوني وشارج على جميع المستويات فهمت. وصلت الحكايه حد سنه بورتون علاقتي بيه باهيه برشا فهمت، حد سيناتور من وقت ما ريتوش، لوجت على الدار وحدي، نتعرف على البلاد وحدي، تعبت الحق والله تعبت. فرنسا تعرف عليه بسوء نية عملها وقتها، ما نصورش ما عادش ني تخمم علاقتي بيه باهي وكا، ما حبيت يكون بجنبي في الوقت هذاك. وعلاش فشلت هي في لوريون وقتها؟ فشلت وقتها انا مشيت نلعب تيتولير وقتها، شوية انترناسيونو لاعب انترناسيونال، و مشيت باش نلعب تيتولير. انا فسخت من جمعيتي ناخذ فيه اكثر فلوس، انا وقتها في تركيا اللي كان ضحيت بالفلوس وباش لانسي كارير اخرى في فرنسا، وضحيت بريسك بمبلغ مالي كبير برشا. ومن بعد كي مشيت لفرنسا من بدايتها هي سي ديجا قعدت في الاوتيل مده، ما لقيتش الدار، ندور وحدي البريطان معناتها في البريطاني ما ثمش برشا توانسه، لقيت برشا صعوبات فهمت. من بعد انا جي موريل، من بعد لعب في اليوم موريل هذا جيري موريل لعب كوب دافريك في مدغشقر فوالا. ووقت هو انا كخلتهم لاعبين ماتش فهمت، عملوا فيكتوار وغوركيف وقتها قال ما نجمش نبدل ايكيب رابحه فهمت. قعدت ماشي في الربحه، عملوا سيكل نتاع 3 ولا 4 ماتشات كونفيرما هو. قلقت انا وقت مشيت باش نلعب غلطه منك انت نو مو سنه فرصتك زاد ولا مولي سبري ولا كادرو مو برشا حاجه باش تعرف بتعرف معناها جمعيه رابحه قليل وين انت بدل معناها ما تسويش عنده مشكله معك تسوي نجم تصير وقتها كما اي جوير يتسنى بلاسيور يتسنى خساره يتسنى غلطه من الجوير في البوست نتاعو ما تحس روحك سرعت شويه. وعلاش انا قلت لك تو قلت كله مع السيد سويدي زون اللي خليني ما نصحكش مش ما صحنيش ما كنتش مالونتوري ولا ما كانش انكادرومون موجود. وزيد احنا تعرف راه مش باش نلعب تيتولير، انا عندي راه وقتها هو لاعب كوب لاعب الكوب دي موند وقتها راه من بعد كوب دي موند حتى هو اسم كبير في فرنسا ولا ما كانش وقتها لا وقتها بدا هو وقتها بدا هو ما عليه خذوني خاطر ما عندهمش لارير، هو ترشق في الوقت هذاك في البريباراسيون تاع الشهر شهر ونص اللي حضروا فيهم قبل ما نجي انا. وقتها هو الجوركيف اكتشفوا فهمت بعد لعب في الويم في اليوم في اليوم والويم وكاليتي كاليتي كاليتي. وبعد تفكر كان معك حامد ناموشي وقتها حامد كان حامد ورفيق الصيفي تزيري يزيد المنصوري رفيق الصيفي اللي نفكر وقتها ستار نتاع ليكيب اي ستار هو يزيد المنصوري زادك الوسط الميدان ما عاونوكش شويه ما نصحوكش الاولاد لا والله لي ممكن اللي كان اقرب وعاون هو يزيد المنصوري رفيق زادك كيف تزيريه توينسا ليه قداش من توزيع نومش ناموشي لا كانت علاقتكم صحة صحة و بو ما كانت صحة صحة ما هو مقرب ليش وانا ما جرأتش وكا انا بريسك هو يعرف خير جو لوروب وبحكم ليز اكسبيريونس اللي عنده في غلاسكو وقتها وكل شيء كان ينجم يجتهد شوي هو ما اجتهدش وانا ما حاولتش نقرب له. انت انسان رغم اني كنتم ما كنتوا صحاب في منتخب 2005 لعبتوا مع بعضكم هي مو كانت هي وقتها كانت ثم فرنسا وتونس كان ما بالحق لو كانت مقسومه وقتها بون مش مقسومه ما تاع صباح الخير وبونجور بونجور وحدهم صباح الخير وحدهم صباح الخير بوني كنت برشا
كانوا كنا في الشامبيونات تاع تونس ديما اللي متسمي علينا نحن الانحراف ومانيش ومانيش كيما نقولوا احنا الملاعبي بروفيسيونيل اللي نجم يلعب في ليكيب ناسيونال. تصرفاتنا بيزار هكاك الفيزافي لهم هما فهمت. ومن بعد كي نهبطوا للتيران كيما نقولوا احنا نعرفوا كيما نقولوا احنا الشامبيونات تاع تونس الملاعب التونسي شنو نجم يقدم وقت الكيب ناسيونال وشنو هي القرحه وشنو هي الجرينتا اللي كانت موجوده عند الملاعب اللي كانوا في البطوله سيرتو التوانسه. بي علاش كيفاش التجربه وقتها وين مشيت عملت ساعه؟ مشيت لريون كيما قلت لك وفات العلاقه معهم وقعدت معهم حتى ديسمبر. ومن بعد انا حاولت نفسخ الكونترا انا طلبت ما حبوش يفسخوا لي انا طلبت حبيت نروح وقتها قلقت على الاخر من غير كومبيتيسيون وحدك بلاصه ما تعرف فيها حتى حد. حاولت اجتهدت لعبت فيها دو ماتش لعبت مارسي وفالنسيان وقت الشامبيونان وقت اخذ تروزين ومره تضرب وهو سيء حط في فكره اللي ذاك التلير مع ثم كونكورنس ثم عنده اساسي وبناك فهمت. هو صنفني من البناك وانا ما نجمتش نقعد برشا على البنك قلقت روحت تونس. بعد شو عملت؟ توقفت غادي المسيره هذه قد عمرك وقتها؟ والله يذول لي 25 كملت 25 هكاك بكري برشا نيس برشا. علاش؟ ظروف حكمت في المرويحة اللي بعد فرنسا صار حادث مرور قلب الدنيا كل سفي على عافية وشوية منحنا شوية مرتبط ليدين حتى أنا ما قصرتش. كيفه؟ كهو واحد علاش اليوم أنا نحاول الملعبي اليوم نعطيهم اللي صار لي ولا نحاول نعطيهم بيب بون أنت ما أجبتها الموضوع قعد كي نقطة غامضة في مسيرة أنيس العيالي. أنيس العيالي كان ملعبي معروف وفي فرنسا يلعب لكن بعد اختفى جملة واحدة حكيت أنيس نوع صار وقتها بالضبط. والله يا بطل تونس وقت عملت حادث مرور كبير فهمت وتوقفت فيه ما صار الإيقاف بمنه حادث كبير برشا صار فهمت. كاو بعد اللاكت نتاع الوقوف صارت يعني مستوعبتيش فهمت ما قبلتيش برشا موقوف مقعدت يذولي بريد 10 ايام هذا فهمت. تصورك تكون توب تسقى روحك في تدانكو صار في موت حادث وقتها حادث غراف غراف بغراف وفي برشا ضرار وقتها واحد قعدنا على ذمه يعني كما نقولوا احنا القانون. انت ظالم ولا ماكش ولا مظلوم وقتها؟ انا ظالم وقتها انا ظالم قلت لك راه بغض النظر على الامور الفنيه علاش الملاعبي ديما نحكي اليوم على حياتك البرة من التيران ويزمك تجتهد ويزمك بيان انطوري ويزمك شكون يتلاه بيك شكون يقدريك كل يوم كل يوم كل يوم يزمك العصال الملاعب تاع كرة في تونس سيرتو باش يحاول يشد السكة فهمت. كيفاه وقت صورة الحادث انيس؟ الحادث بون حرقت في واللي جايين حاسيلو في لحظة معناتها في رمش تعين فهمت. من غدو نلقى روحي موقوف ومن بعد صار ايقافي عملوا لي داع للسجن قعدت غاديك وشفت طلعت على برش حاجات وعلى من شكل التوانسة والتوانسة وخرجت برش حاجات إيجابية بمقدر ما قدرت بدلت حياتي كومبليت. في حالة طبيعية كنت وقتها؟ هي ليه ولا حالة طبيعية كنت في حالة طبيعية وقتها ما صغر شوية وعندي كرهبة وقتها هبت كسيتها لبوك تشوفها كرهبة وفرحان بها الله غالب الانتراج والانكادر ما كانش موجود معها شوية أنا الفلوس اذا كيبدا واحد ملاعبي صغير ودور في يدير فلوس علاش اليوم يلزم لعبيه لو ماكسيموم يحاولوا عينيه كبيره بهم برشا فهمت. باش الملاعبي ديما ساقي في القاعه تكون اوبجيكتيف سبورتيف واحد يحشم على روحه ويحكي على ملالين تشوف كريستيانو اليوم حب الكوره ولونفي تحشم هذا باش تحكي تقول كريستيانو اليوم تقول ما عندوش عشاء ليله ما عندك تشوف يجري نفس الجرينتا نفس لونفي شوف كل يوم عنده تحدي بين الملاعب التونسي والملاعب هذاك ما يمشوش بعيد في الاوروبا ما نوصلوش ما اشوف عقليه تفكير احنا رانا عندنا الامكانيات الفنيه والبدنيه واللي تحكيهم وخير منهم خير حتى من خير ما نحبش نقول من لي زافريكان هما سوا ديزون يمتازوا بالبنيه الجسمانيه معناتها كل شيء اما وين ما نمشي ويقول لك كاليتي تكنيك بلاس موث كين
أم بصراحة برافو اللي قليل وين تلقى ملاعب يقول لك قبل كنت طايش وغلطت ديما يلصقوها في شكون ظلموني وعملوا لي لا أنا ظلمت روحي وأنا بديت بروحي ساعة أنا ما عملت على حد وحد ما عمل علي مزيه سلام راهو في الكورة لليوم أي إنسان يقول أنا السيد هذا عاونته ولا عملت معاه حاجة ولا كامشي ولا أوكي راهو فيك شوية النور ولا والناس كل يدزوا بالمورال فهمت لكن أنا اجتهدت فهمت وانا اللي وصلت للنيفو هذاك ونهار اللي انا قضيت على روحي سي انا جلاسيو معناتها انا المتسبب في اللي صار وكنت نجم نكمل كاريري على اعلى مستوى. باهي الشهر هذاك كيفاش تعدى نيس اللي في الايقاف؟ خايب وذاك اللي بدل حياتي راه يلزمك تعرف لازم اليوم نعرف شنو يعني التوانسه تشوف شنو المشاكل اللي موجوده تحيه للمساجين كل شيء ربي يفرجهم. وين كان وقتها؟ في المرنقيه فهمت؟ تحيه لهم ان شاء الله ربي يفرج عليهم الحق للامانه ما تريدوش لعدوك فهمت وقبلت شهر 10 ايام صعاب برشا 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 وكهو كيفاش كان التفاعل مع المساجين كانوا يتفرجوا فيك في الكوب دافريك ولا لقاوك بحذاهم كيفاش شوف كي قمت الصباح في الوقت هذاك وقت تشوف بعد كوب دي موند استنوا وخرجوا الكل معناتها سمعوا بيك انت وقت موقوف واستنوا الكل باش من الاول ما نكذبش عليك حسيت ظلمت روحي نمشيو فاصل نيس كنت نجمو نمشيو فاصل الموسيقى وبعد نرجع في زون ميكس حتى لعبة متاع شيء اما انيس العيار a little